يا الله، السلام عليكم ورحمه الله. اليوم راح نجاوب على هذا التعليق، شنو نقدر نعمل هناك واذا طلعنا شلون، وشلون اسعار الشقق؟ يعني يقصد بالصين. بالصين اكو شغل، لكن الايجور عندنا كل شيء غالي، ماكو شيء رخيص. وايضا انت من تشتغل تحصل رواتب قويه، لكن لازم عندك شغلتين اساسيه، لازم عندك لغه صينيه مو لغه انجليزيه. اللغه الصينيه هي لغه اساسيه، لان الصينيين يعتمدون على اللغه الصينيه بصوره اساسيه جدا. يعني مو دائما تشوفوا مثل هواي دول متحضره انه عندهم لغه انجليزيه قويه، لا، الصين متمسكين باللغه مالتهم كلش قويه. فلازم عندك لغه صينيه اذا انت تقرر تجي للصين، لازم اول شغله عندك لغه صينيه. وبعدين الحسابات، اللي انت تعرفون الصين عباره عن تجاره، فانت من تجي هنا لازم تصير جزء من هاي التجاره، يا اما انت تشتغل بمحل مترجم، يا اما بمصنع، يا اما مثلا بمحلات يجوك زبائن اجانب. فلازم عندك حسابات، يعني تعرف شلون تسوي الاكسل، شلون استخدام الكمبيوتر، شلون تسوي عمليات حسابيه، ضيف 5% نقص 3% ضيف كذا. هاي الجداول مال الحسابات كلش مهمه، هاي الشغلتين الاساسيه. وعندك شغله مهمه جدا، تجي للصين لازم على الاقل على الاقل تحتاج لك فد 20,000 دولار. نعم، 20,000 دولار. انت هذه اذا انت تريد تشتغل بالصين، لان اول ما تجي انت راح تصرف من 2,000 إلى 5,000 دولار حاليا بس السفر للصين، حجر صحي وتفاصيل وعندك مصاريف. هاي اول شغله. عندك لازم تأجر شقه ولازم تأجر مكتب، هاي انت تريد تسوي اقامه صحيح، لازم شقه للسكن، وهي بالشهر من 100 دولار الى 300 دولار، 500 دولار على حسب امكانيتك وعلى حسب نظافه الشقه ومكانها. من 100 إلى 500 دولار، الطبيعيه ب 200 دولار بالشهر الواحد. وعندك شغله ثانيه، لازم تأجر مكتب، تأجر مكتب، والمكتب لازم بيه واحد موظف. وبعدين تقدم على تسجيل شركه حتى تحصل اقامه، هذه هي اهم شغله بالصين. فاللي يجي هاي الطريقه اللي هي طريقه التجاره، اكو طرق فيزا دراسيه وغيرها وغيرها، لكن ديش ممنوع تشتغل، اذا مسكوك تشتغل عليها غرامه وعليها مشاكل. الاساسيه تريد تشتغل بالصين لازم بهاي الطريقه اللي قلت لكم عليها، الطريقه هاي اساسيه. لازم 20,000 دولار عندك، يلا تقدر تجي هنا على مود شنو براحتك، انت ما راح تصرف ال 20,000 دولار، لكن تسوي شركه، تسوي كذا، تسوي كذا، ال 20,000 دولار راح تمشيك لمده سنه بالصين. بعد السنه انت تبقى تدفع للدوله تقريبا من 5,000 الى 10,000 دولار بالسنه الوحده، هاي بس ضريبه وتامين صحي ومصاريف، يعني فقط مصاريف. فانت لازم تعرف. اما بالنسبه للشغل، الشغل متوفر هنا. شنو الشغل اللي تحصله؟ الشغل اللي تحصله من 700 دولار الى 1000 دولار 2000 دولار على حسب خبرتك، اذا عندك خبره قويه تحصل شغل قوي، اذا ما عندك خبره قويه ما انصحك بالصين، لان الصين كلش صعبه. تحياتي لكم واشوفكم هذا المنظر الجميل.